لو الحكاية فيها إن فيتو. الرحمن الرحيم. محمد عبد التواب إبراهيم حصل على البكالوريوس تربية جامعة عين شمس لسنة 2001، عاطل عن العمل بقالي 14 سنة. ترتيبي في قوائم نتيجة مسابقة 30,000 كانت 43. ربيع جمعة عبد الله، خريج آداب 1996 قسم تاريخ، تقدير جيد. دبلوم عام في التربية من جامعة القاهرة، تقدير جيد. تمهيدي ماجستير وصول وسطى، حصل على شهادة رئيس الإقليم. مع كل المؤهلات اللي قلناها ديت لغاية دلوقتي ما تعينتش، حاولت أتعين أخطب من ماما وقدمت كل المسابقات اللي فاتت، كنت دايما بحصل على درجات عالية. مع كده كان الناس اللي هم محسوبية بس هم اللي بتعينوا والناس الباقية ما بتعينش، واللي أنا منهم. وآخر مسابقة اللي هي في العهد الحالي مسابقة 30,000 معلم، أنا جايب فيها حوالي 82% في المسابقة، بالإضافة للمؤهلات اللي قلت عليها بالإضافة للأخطبية اللي أنا قلت عليها. ومع ذلك ناس أحدث مني وأقل مني في التقدير بتاعهم دخلوا المسابقة وأصبحوا من الأساسيين، بينما أنا من الاحتياط. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قدمت في مسابقة التربية والتعليم احتياطي، نجحت في الاختبار ونزل اسم احتياطي، بس للأسف احنا اتفاجئنا ان في حاجات مزورة في الكشوفات مش مظبوطة، وطبعا الحاجة اللي هي استهت منها وكل الناس استهت منها ان هم خدوا الفرجين الجدد 2013 و2014 وسابوا 2000 و2004 و2002. الناس دي مظلومة جدا، يعني احنا اتظلمنا. فريق 2002 و2004 يعمل ايه؟ 10 سنين متخرج يعمل ايه؟ فاحنا بنطالب بحقنا في المسابقة، يعيدوا النظر فيها ويعينوا بالأقدمية. وصل كده للتظلم النهارده نتيجه المسابقه. الترتيب بتاعي متاخر قوي رغم ان انا خريج 2002 واخد دراسات عليا في اللغه الفرنسيه. تقدير ايه؟ تقدير جيد، واخد دبلومه دراسات عليا جيد مرتفع. وجدت ان ترتيبي متاخر جدا، فجيت اقدم تظلم عشان اشوف ترتيبي على المحافظه. ونتيجه المسابقه مش عجبانه خالص. نتيجة المسابقة الترتيب، شفنا الوزير أول ما طلع قال إن الأقدم تخرجا هو اللي اتعين الأول، وبين إن هو خد أعلى تقدير. أعلى تقدير شفنا ناس 2014 متعينة عندنا إحنا 2002. أنا يعني أكبر منه ب 12 سنة، ومتعين قبلي واخد ترتيب قبلي. فجيت أقدم تظلم، النتيجة مش عجبانة، وده آراء الناس اللي جوه كلها. أنا فرنساوي هقدم بكرة التظلم إن شاء الله. وبالنسبة للتقديرات الناس اللي اتقابلت وكده، التقديرات الناس اللي اتقابلت في اشاعات بتقول ان الناس كتبت بيانات غلط على النت. انا كنت ممكن اكتب دكتوراه، اكتب ماجستير، اكتب اللي انا عايزه. فالناس دي لسه هبان، دي حاجات غلط كلها، وده كان طبعا سوء تنسيق من الوزاره.